السلام عليكم اخوان، اخوكم عبد الله من مدينه وهان الصينيه، وتحديدا من مستشفى التونجي، احد افضل واكبر مستشفيات مدينه. انا ادرس بهذه المستشفى صار لي 3 سنوات ونص تقريبا. طبعا سمعت انه صارت 8 حالات اصابه بفيروس كورونا في ايران، حالتين توفوا و6 ما زالوا مصابين. فيا اهلنا بالعراق لازم ندير بالنا، لان بدت وهان ايضا بنفس الطريقه، واحد انصاب هسه 72,000 واحد مصاب. فيا اهلنا بالعراق ما طول الفيروس بعد ما دخل العراق، حافظوا على نفسكم وحافظوا على البلد، لا تخلون الفيروس ينتشر بالعراق، لان راح يسبب لنا كارثه كبيره وراح نخسر ارواح هوايه، وان شاء الله باذن الله ما يوصل هذا الفيروس للعراق. اساليب الوقايه، اكد اطباء مستشفى التونجي على ان الجهاز المناعي خلال هاي الفتره لازم يكون نشط تماما. وشون نخلي نشط؟ من خلال تناول الثوم والبصل، هذا ما يقدموه هم الاطباء للمرضى الموجودين في المستشفى، وايضا موجود هو بوجباتهم الشخصيه، لان هن يعد من اقوى المضادات الحيويه. فيا اريت نستخدم من خلال هاي الفتره. الشغله الثانيه السانيتايزر والديتول، هم السانيتايزر استخدموا تعقيم الايد، الديتول خلوه بخاخ مال مي وبخوا به الفواكه الخضروات وبعدين اغسلوها. والشغله الثالثه هي والاهم ايضا هي المي، المي لازم يكون دافئ بدرجه يعني 37 مئويه تقريبا، مو يغلي، مجرد يكون دافئ، والحنجره لازم تكون دائما رطبه. فيا ريت تكثرون من شرب المي، وان شاء الله يا رب الفيروس ما يوصل للعراق، وان شاء الله عن قريب بينتهي هذا الامر، وحتى الصين هم ترجع مثل الاول، لان للاسف الحياه اصبحت شبه معدومه في مدينه وهان. لكن ان شاء الله اكو تقدم، وان شاء الله كل شيء يصير بخير، ولا تنسونا بدعواتكم. شكرا جزيلا.